خطابة بال2020 ايه وشغلة فوق هيك مثل النار. مساء الخير رجاء. اهلا مساء النور. كيفك؟ الحمد لله منيحة. كيف صحتك؟ تمام ماشي الحال. خطابة منذ أكثر من 10 سنوات. اوكي كيف هالشغلة منيحة؟ منيحة مش منيحة. شو؟ ليه عم فيها تعب شوي يعني. تعب شو؟ تعب فكر؟ فكر وهيك مسؤولية؟ ومسؤولية شوي يعني. شي مرة قلت يا ريت سعيد بجنازة ولا سعيد بجوازة؟ وجعت لك راسك هالزواجة؟ لا ولا مرة؟ لا لا كلهم كانوا مبسوطين؟ ايه 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 وجهك خير عليهم؟ ايه ايه لا عن جد يعني مو انه عم بالغ لانه ايه. انه هلا طب كيف بلشتي يعني بهالشغلة؟ لأنك قد كان عمرك؟ كنت متزوجة. ايه بلشت كان عمري بال20 بال19. اوكي انا تجوزت صغيرة لان اوكي بال19 بال20 هيك شيء يعني. اولها اجت لعندي وحدة قاموا قالوا لي ليك هالبنت اللي عندك كثير حلوة يعني قرايبين ولا الشاب يعني نعم. اللي هي قلت لهم اوكي هي شو بتشتغل؟ قلت لي يا عمي بعد قصة صغيرة ما بتشتغل شيء هيدي عم بتتعلم. قلت لها بدنا هي شو قالت لي بدي عرس لا ابن حماية هي المدام. قلت لها شد عمره يعني انت عم تقولي؟ قالت لي بال40 سنة. قلت لي لا في اصغر انا. قلت لها في اكبر هيدي صغيرة علي انا عم بقول لها هيك ايه. المهم قال مين هي عمتها البنت بتجي؟ البنت الكبيرة عمتها للبنت عمتها اللي انت بدك تجوزيها عمتها. والله المهم اجي شافها جابته لعنا للعريس مرت خي وهيك وما بعرف شو. اول ما فات عم عطاني بقت الورد الحمراء لإلها وبقت الزرقاء لإلها انه ها ما بقدم هذا العرس تعرف وهيك وما بيعرفها اسا ما جايبتها مرت خيو ولا بيقول قلت له لا حبيبي هونيك العروس مش انا عيني فكرك انت العروس فكرني انا يقول لي لا انت 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 هو ارمل شوي كلامه مو كس يقول لي انت انت عجب فيك ايه يقول لي انت انت قال له لا حبيبي هونيك هونيك يقول لي انت انت قلت له لمرت خيو شبو هيدا قالت لي ما بيعرف اختي اسا ما بيعرف انه مين العروس ايه. جاي فرجي عليه قلت له اوكي عم نقول له هذيك العروس ما بيعرف بس عم نعرفه. المهم والله البنت ما عجبها راح ما عجبها للبنت قام شو عمل فينا فيلم عشان بده اياها حبه بالاخر للبنت اللي ما عجبها ما عجبها حبه بالاخر بده اياها باي وسيله. اجيت قلت له لك حبيبي ما في نصيب والبنت ما يعني مش رضي يعني فيك. قال اوكي حمل حاله وراح راحوا يعني راحوا هيك. بعد يومين نحن قاعدين بالبيت وهيك قدام بيتنا اسا البنت يعني انا جاي ضيفي لعندي وقاعدي عندي ما شفنا الا مرضان هالصبي وما شفنا قدام هالباب مش سطح عم يصرخ بطني 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 عم يصرخ يعني. قلت له لطانس لجوزي قلت لك يا عمي مدري في برا عم يصيح بطني بطني طلعنا ولا هو هيدا العريس اللي بده العروس. جيت له لهيدي العروس قلت له لك يا عمي شوفي شو بده. قالت له روحي عني. قلت له لأخي اتركي لي العرس حاجة اتركي لي الشغلات العش سعف الزلمه مدري شو بو يا عمي نشوف شو قصته يعني من هالحالة من هيك شافت علي بالاخر قام اخذته وهلا مبسوطين احلى عيشة. وهلا بتقلي يا رجاء فعلا انه عن جد الحظ ما تعرف وقت من وقتها اخذت يا شغلة من وقتها صارت شغلة من وقتها صار يقولوا فلاني لك هي بتدبر على بعده هيك. هلا اليوم هيك طريقة الزواج يعني انت ايه بتحكي فيه. مع الاهل ايه ايه. والعريس بيروح ايه. هو واهله بركي الاهل ما رادوا ايه في ايه مش انه بيتعرفوا على بعضهم برا البيت او بيلتقوا بشي مطرح يعني عن طريق الاهل عم بتصير؟ ايه احيانا عن طريق الاهل ايه بهالزمن بهالزمن ايه في طب رجاء في صبايا بيجوا لعندك بدهم يتجوزوا؟ بيني وبينك في 3 قالوا لي مره قالوا لي رجاء انت كثير بتدبري مثلا بنشوف انه بتدبري عرسين وبتدبري طيب جيب لنا شي عرس لانه جبتي لهم؟ ايه مش الحال ايه عين انا بمزح معهم شو الطلب طب إيه. بدي اسالك سؤال اليوم مين طلباته اصعب الشاب ولا الصبيه وشو مثلا بيجي عندك الشاب شو بيطلب شو بده شو المواصفات اللي بحطها إيه في من شو بيطلبوا مواصفات مثلا انا بساله حبيبي شو بيهمك شو بدك يعني
في ناس بيقولوا لي انه انا ما بهمني المهم تكون بنت كويسه ومنيحه، وفي ناس بيقولوا بدي سمره. عرفت؟ ايه ايه هيك في هيك بيقولوا سمره. وفي ناس بيقولوا انه بتكون بنت عالم وبنت عائلة. قلت له حبيب العالم شو اولاد شوارع كلهم اولاد عالم اولاد عائلة. انه شو الانسان يعني انه واحد ينتفق مع بعضهم وهيك يعني. لك ايه هيك من في طلب على الشكروات ولا السمر اكثر؟ في طلب على الشقر ولا على السمر اكثر؟ لا على السمر الصراحه. والله ايه على السمر. لا الحقيقه على السمر. السمره ليش؟ ليه السمره؟ انت إيه؟ لك ليش السمره؟ هن حاطينها براسهم هيك الشباب بيقولوا لي اياها كذا شاب بيقول لي ايه بيقول لي السمره بترضى بكل شو من كان. شو ليش شو هي السمره؟ شو لها علاقه شكلها بعقلتها؟ لا انه مثلا لا الشقره شو بتطلب منه؟ انا صارت ايه شو بتطلب وحده حلوه شقره شو طلبت منه؟ بلد. بس اسمعوا انتبهوا الفرق بين السمره والشقره. لا صارت ايه؟ معي ايه السمره شو بتطلب؟ الشقره شو بتطلب؟ شو بتطلب؟ رجاء مدام رجاء عنده سيارة عنده بيت مدام رجاء الشقرة بدها متطلبة رجاء عنده هيك عنده هيك. قلت ليش بكي يا عمي انت؟ انا هيك يعني بعصب احيانا. قلت له حبيبتي ها بتنتفق بينك وبينه شو عنده انا ما بعرف. فانت اريح لك السمرة اقل متطلبة. ايه السمرة ايه علما السمرة. انه السمرات هن جميلات العالم يعني. طب ايه؟ رجاء اغرب طلب اجى لعندك من ناحيه شو يعني العريس مثلا شيء هيك طلب غريب استغربتيه انتو يا اخي انه ما في ايه شو لا لك هذا الطلب اجى لعنده واحد جايبته عمته اخته ما بعرف شو ايه؟ لابس لك هالبرنيطه شابو هيدي مثل تبع الشمسيه وما بعرف جاي من برا هو كان عايش برا وجاي لهوني ايه قالت لي لك مدام لك هالشاب هيك قالوا دلوني عليك انه انت بتدبري عروس بتدبري عرايس. قلت لهم ايه اهلا وسهلا عادي بس هلا العروس ما هي موجوده بدي اشوف له. قلت له انا جيت انا سالته قلت له شو طلبك انت شو بتطلبها يعني؟ ولا بيقول لي بدي تكون اصبعتها مقطوعه. نعم اصبعت اجرى مقطوعه الصغيره. هوني انا هيك اندهشت شو هذا ايه ايه هولي جايت معهم وقعوا بالارض قلبوا من الضحك. قلت لهم ليه عم تضحكوا؟ انا ما بدي خجله، بدي اشوف لوين بدي وصي. قلت لهم ما انتم جايبينه. هلا تفاجئنا بهالحكي هذا عم يقولوا. ايه قلت له اوكي حبيبي، شو ليش شو السبب بدك اياها هيك؟ قال لي مدام انا اجر امي مقطوعه وانا امي ماتت وبحبها كثير لامي. قلت له مشان هيك بدك اياها؟ قلت له ايه حبيبي ما في مشكله. قلت له ما في مشكله؟ قلت له ما في مشكله. من وين بدك روقي علي، قلت له ما في مشكله، شو بدي اقول له هيك ما عقله مش طبيعي. وين بدي اجيب وحده اجرى مقطوعه وصبيعتها حدد لي صبيعه الصغيره اصبع اجرى الصغير اصبع الصغيره كمان حدد لي. جيت قلت له يا حبيبي روق ليك ما في عندي مشكله فيني ادبر لك اياها فيك تحط لي الزقه السوداء وهيك وخلص وتخيلها وخلص ما قال لي لا مدام رجاء انا في عندي اصبعه امي عملت حادث برا وشلت لها الاصبعه فيني لزق لها اياها. قلت له بقى خذوا على الله دبروا بقى عم رق عليها من جيبكم جاوبك قلبوا بالارض صار يضحك. طب رجعتي جوزتي ولا خلص؟ لا هي خلص بقى هي هي. لا لا قلت له حبيبتي عم المدري له طلبوا هيدا. طب في شيء قصه ثانيه هيك غريبه؟ في كثير بيجي هيك خبريني هات يا رجاء خبري. ايه في قصه كمان ثانيه هذا على البلعوم واحد مرق مدام عم بتقلي لك رجاء في واحد هيك رجال كبير اختيب مرته ماتت وبده ينستر اذا بتدبري لي شيء وحده كبيره وهيك. قلت له مش مشكله. قد ايه كبير يعني قد ايه عمره؟ بالستين يمكن هيك أوكي. هيك بالستينات يعني. قلت له ما في مشكله في عرايس كثير بعمره فيني يعني ممكن والله. قالت بس رجاء قلت له شو؟ قالت لي مقطوع بلعومه. قلت له مش مشكله كلها المقطوعه بل انا فكرت لوزاته. قلت له مش مشكله هي حكيتها بلهجه ما بعرف شو بلعوم بنعرف نحن اللوزات بقولوا انه عم تحكي بغير نحن نقول لوزات بنات دانين. هي تقول لي بلعومه. قلت بجوز هن عن البلعوم عن اللوزات بقولوا بلعوم. فكرتي انت انه انا هيك مدينة. فكرت وجيت تقول لي رجاء مقطوع بلعومه. قال لي ما في مشكله انا ما دققت شو القصه هي تاكد لي المراه. رحت المهم شفتها للبنت كبيره بالعمر قلت لها هيك 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 في واحد حرم مرته ميته وبده يستر شو رايك انت يعني؟ قال ايه بشوفه رجاء. قلت لها امتى بدي اجيبه مثلا تجيب اهله يجوا اهله ويجوا يشوفوك وهذاك؟ قالت لي لا رجاء جيبي له اهله بالاول وبعدين
بنشوف بنتفق خلينا نجيب له. قلت له برافو عليك هيدا الاصول. انا قلت بجوز ما يرضوا اهلك انا هيك يعني. والله المهم شفناه وهيك عجبها للبنت. عجبها عجبها. لسه ما قالت لها انا على شيء، ما قالت لها انا ما بعرف انه البلعوم عادي لو زاد، ما قلت لها يعني. المهم عجبها للبنت. شو طلع البلعوم هلا؟ لا لا قال لك شو طلع البلعوم بالاخر. رجعنا قلت لها لك هيك هيك عجبها للبنت. ولا بتقول لي رجاء لك ايه ما قلت لي، قلت لي انه بلعومه مقطوش. قلت لها ايه، قلت لها قالت رجاء بلعومه مقطوش مقطوش. قلت لها منين؟ قالت لي من تحت. قلت لها الله يخرب بيتك. هيك صارت يومتها عن جد خجلت. مزبوطة؟ خجلت ايه مزبوطة. خطيت طالع مع خنزتك وقطعوا خطي، لأن فكرت بلعومه تبع. شو صار؟ كل واحد راح بطريقه ولا تجوز؟ لا قالت لي مش ما فيني احكي عنها. طيب اوكي. لا بعد شو قالت جاوبتني هذيك. رجاء قد ايه بتاخذي على ال؟ ما باخذ. ما بتاخذي مصاري؟ لا بيجيبوا لك هذا بوجه الله؟ لا بعملها ايه بقول حرام الله يجمع اثنين انه مثلا إيه. لا بس كيف تعيش انت؟ ما هيدي شغلتك. لا ما جوزي انه بيشتغلوا هيك، عرفتي كيف؟ انه حرام. انا ما يعني هيك يعني عمل انساني. ايه ايه ايه. رجاء شكرا كثير انك اليوم جيتي، والله يخليك بهالهمه. يعني عم تجمعي اثنين اخر شيء، عم تجمعي قلبين او راسين على فرد مخده مثل ما بيقولوا. مزبوط. كثير مهضومه وكثير مهضومين اخبارها، وفيني اقول انه اللي تحت نصيبه يفكر يروح يعمل لها زياره.